السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا جماعة الخير؟ إن شاء الله الجميع بخير. أنقول لكم اليوم، طبعا تاريخ اليوم 22/4/2021، تمام يا جماعة الخير؟ أنقول لكم تجربة أحد الأخوة. اليوم راح أسأل عن موضوع طلب الاسترحام. إيش عمل هذا الأخ؟ عمل حجز على رابط تحديث البيانات. طبعا الكملك المبطل، ملاحظة أغلب الناس ما تعرف أنه يفكروا الكملك ما يحجز على رابط تحديث البيانات. يا جماعة الخير، الكملك المبطل يحجز على رابط تحديث البيانات بكل أريحية، وحتى لو أعطاك لا يوجد غيد، اتصل على 157 وفعل سيستم الحجز فقط لا غير، تمام؟ حاليا راح أقول لكم تجربة أحد الشباب الله يجزاه الخير، اليوم راع سلطان بيلي. طبعا حجز عنده كملك مبطل، عامل طلب استرحام من شي 5 شهور، ودخل عن طريق تحديث البيانات، وللمصادفة سبحان الله صورنا فيديو، حاليا راح نوافيكم بالفيديو. اسمعوا الفيديو للأخير وشاركوه لكل شخص عنده طلب استرحام. أنصح الجميع، طبعا طلب الاسترحام يا جماعة الخير قدموا في ولايتك، إذا أنت كملكك هاتاي مبطل قدموا بهاتاي، مرسين مرسين، تقدموا لأكثر من جهة، للوالي تبع المنطقة اللي أنت مقيم فيها، لإدارة الهجرة المقيم فيها، للمنطقة اللي مقيم فيها أنت، ولإدارة الهجرة العامة بأنقرة، ولوالي المنطقة أيضا، تمام يا جماعة الخير؟ هذا يعني كل ما حبيت أنه أوافقكم فيه اليوم. مين اللي يكتب طلب استرحام؟ طلب استرحام عبارة عن استدعاء يا جماعة الخير، بس عبارة كتابة طلب استرحام عبارة عن كتابة عادية، يعني استدعى مو أكثر، ما يكلف حتى 10-15 ليرة، نص ليرة يكلف بس الكتابة. يعني في ناس عم يطلبوا 500 و1000 ليرة، لا تصدقوا هذا الكلام، اكتبوا عن مترجم محلف شغلة 40 ليرة مو أكثر يا جماعة الخير، عبارة عن استدعاء. وأنصحك احتفظ أيضا بال الملف، الملف على شكل ملف PDF احتفظ في جوالك، كل 2-3-4 قدم طلب استرحام. طبعا طلب استرحام بعد 5 شهور ما اجاك رد، قدم طلب استرحام ثاني وثالث ورابع، يعني لا تخلي باب ما تدقه، شوف منظمات تساعدك بهالمجال هذا. راح احط لكم ارقام منظمات تساعد بموضوع طلب الاسترحام بشكل عام، توكيل محامي. اخوكم محمد ابو حمزه الجابر، عثرات الكرام، لا تنسوني بفضل دعائكم بهي الايام الفضيله، اليوم وصلنا للتسعة او 10 رمضان يمكن. اتمنى تدعوا لي دعوة صادقة إن شاء الله، وأنا راح أدعيكم دعاء يعني بظهر القيد، كل الأشخاص اللي يدعوني بإذن الله، إن شاء الله فرج قريب على الأمة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، شلونكم يا شباب؟ هلا اليوم 22/4/2021، أنا مقدم طلب استرحام، صار لي هون بدار الهجرة السلطان بيلي، صار لي بدكم تقولوا شي 5 شهور تقريبا عامل المقابلة، تمام، أو 6 شهور بالضبط عامل المقابلة، تمام. هلا اجيت لعندهم عم بسالهم شو صار، بدي استفسر الملف. فالموظف طبعا دخلت عن طريق تحديث بيانات، مو عن تحديث بيانات، فهذا الموظف قال لي طلب الاسترحام بس له 4 شهور، تمام، وما اجى عليه رد، يعني مسح من السيستم، فبدك مقابله جديده، تمام. وعلى حظي كمان الموظف تبع المقابلات ما له موجود، يعني كل واحد قدم طلب استرحام هون بالسلطان بيلي وصار له أكثر من 4 شهور وما جاء رد لا بالقبول ولا بالرفض، فمعناته أنه طلب الاسترحام اللي قدمه المسح، صار بده يقدم واحد جديد. بالفائدة حالياً تم عدتكم 22/4/2021.